تنضموا إلينا من مرج عيون في جنوب لبنان مراسلتنا دارين الحلوي. دارين، نرصد معك مزيدا من التفاصيل. نعم ميشيل، كما ذكرنا سابقا اليوم العنوان لهذا التصعيد منازل مقابل منازل، غارات عنيفة جدا نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على أكثر من بلدة جنوبية، بلدة ياطر التي شهدت غارات عنيفة كما ذكرنا. حتى هذه اللحظة الحديث يجري عن دمار كبير في المنزل المستهدف وأنباء عن وجود ضحايا من دون أن يتبين العدد ووضع هؤلاء الضحايا. أيضا مارون الراس شهدت أو سجل فيها 5 غارات في أطراف النقورة اللبوني تحديدا، كان هناك غارات عنيفة جدا أيضا على عدد من المنازل، بالإضافة إلى يعني أطراف البلدة. بلدة عيت الشعب استهدفت فيها أيضا، استهدف فيها منزل، وهناك يعني بعض الحديث عن حالة يعني جرح شخص وإصابة بإصابات طفيفة جدا. إذا هذا هو العنوان الأساسي اليوم للاستهدافات الإسرائيلية. ما عدنا كما في السابق نرصد القصف المدفعي لأطراف البلدات، القصف والغارات باتت كثيفة وعنيفة داخل البلدات وداخل الأحياء، وبالطبع هذا الأمر نقل الصراع إلى مكان آخر، أو التصعيد إلى مكان آخر. حزب الله أيضا قد نفذ عملية ضد أحد المنازل التي يختبئ فيها جنود إسرائيليون في مستوطنة المطلة، هذا طبعا إضافة إلى البيانات التي تحدث فيها عن استهداف لتجمعات للجنود، بينها في مركز المنارة، في مركز الظهيرة، بالإضافة إلى استهداف مركز المالكية بصاروخ بركان، وهو صاروخ شديد الانفجار يمكن له أن يحمل في رأسه نحو 0.5 طن من المتفجرات، وبالطبع استهدف مواقع إسرائيلية أخرى. لكن التطور الأساسي والذي بدأنا يعني نلمس مخاطر هذا التدهور هو بالغارات والاستهدافات التي تشمل المنازل وداخل المنازل، إن كان بقصف مدفعي أو من خلال الغارات. هذا الأمر يترك صدى يعني كبير لدى الأوساط اللبنانية. هناك مخاطر كبرى من توسع رقعة هذا الصراع جغرافيا وطبعا نوعيا، وهو ما يمكن رصده بشكل دقيق وشكل يومي، وإن كان بشكل يعني نسبي بطيء، لكن التطور يحمل الأمور إلى مزيد من المخاطر. شكرا لك دارين الحلوي مراسلتنا من بلدة مرج عيون.